يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب، اهلا وسهلا بيكم معانا وتحياتي لكل شخص بيشاهد برنامج الطبيب. النهارده وصلنا لعدد كبير من السمنه، يعني احنا لو هنقول ما بين بيت وبيت مش هنلاقي، يعني قليل قوي بيوت ما فيهاش شخص على الاقل عنده سمنه مفرطه. اكتر حاجه بتضايق في السمنه المفرطه احنا كبني ادمين شكلنا. انا عن نفسي اللي بيضايقني اكتر حاجه في السمنه المفرطه لو حد شكله لو حد اصلا سنه صغير وبيدي شكله كبير، ولكن احنا هنتجنب ده كله وهنتكلم عن المشاكل اللي ممكن تحصل لك والامراض لو انت عندك سمنه مفرطه. احسن وافضل وانجح العمليات اللي انا بشوفها بصراحه هي تكميم المعده. لما تكون بقى احسن عمليه وافضل عمليه مع دكتور مصنف عالميا ان هو من افضل الجراحين عالميا، متهيألي كده خلاص، يعني هي لو انا حطيت الكلام ده على الميزان ظبطت الدنيا خالص، وانا خارج من اوضه العمليات وانا عارف الحمد لله ان انا بخير طبعا بعد مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ايه رايكم النهارده نعرف ايه الجديد في عمليات التكميم، وهل التكميم يعني وصل لفين؟ هل المريض بقى يعني احسن من الاول بعد ما بيقوم العمليه، ولا الاول كان بيبقى بيتاخر شويه في المستشفى؟ هل في تقنيات حديثه بقت تخلي المريض بيمارس حياته الطبيعيه بعد يومين او بعد يوم بمعنى اصح؟ حاجات كتيره قوي في عمليات التكميم ظهرت الفتره اللي فاتت، وطبعا لما هنسال ضيف فقرتنا استاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر، زميل كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على شهاده الاس ار سي وهي اعلى تصنيف دولي في جراحات السمنه. ببقى عايزه اقول لك في اول كل فقره مبروك، وانا بتبهن ان انت موجود معايا في الطبيب. اشكرك بكل صراحه، يعني اشكرك. وصلنا لفين في عمليات التكميم اللي عامله نجاح كبير وهايل الفتره اللي فاتت، وصلنا لفين يا دكتور؟ اسمحي لي في الاول يعني ان انا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين على المجهود اللي انتم بتعملوه يعني في المجال الطبي يعني وتقديم خدمات طبيه لكل الناس بصوره يعني راقيه. عمليات تكميم المعده هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة المرضية. دي بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. العملية دي هدف منها هو إنقاص الوزن. فيها عمليات تانية كتيرة بتتعمل، بس تكميم المعدة هي أخف الحاجات اللي بتتعمل للمرضى، وخصوصا في السن الصغير أو سن كبار السن أو الناس اللي وزنهم مش كبير يعني قبل ال 150 كيلو وما عندهمش مشاكل كتيرة زي سكر أو ما عندوش ارتجاع، ممكن يعمل عملية تكميم المعدة. هي عملية من العمليات الخفيفة، ولكن في عمليات طبعا تانية بتتعمل في حالات تانية أشد شوية، يعني مثلا زي تحويل مسار المعدة المصغر أو الكلاسيكي. دي بتتعمل في الناس اللي عندهم سكر بزيادة، بتعمل في الناس اللي وزنهم فوق 150 كيلو، بتعمل في الناس اللي هم ما بيقدروش يتحركوا كتير، وبالتالي لو عمل عملية تكميم المعدة مش هتبقى يعني قوية بزيادة. التحويل تفرق ايه عن التكميم؟ التكميم بتشتغل بطريقة واحدة بس اللي هي تقليل كمية الأكل. انا بشيل جزء من المعده بيتبقى جزء صغير، وبالتالي بشبع بسرعه، ما بجوعش الا لفتره كبيره، هرمون الجوع قل بنسبه 80%، وبالتالي عند اقل وجبه خلاص انا ابتديت اشبع وبقى كويس خالص، بخس بقى بصوره صحيه سليمه. عمليه تحويل مسار بزياده بقى عن تكميم المعده بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 70-80% من السكريات والدهون، وبالتالي الوجبه الصغيره كمان قلت امتصاصها، وبالتالي اللي داخل الجسم قليل. ده بنستخدمه طبعا في الاوزان الضخمه الزياده او الناس او بنستخدمها كعلاج لمرضى السكر الشديد اللي الناس يعني بتاخد انسولين بجرعات عاليه، بيبقى عايز يهزم السكر شويه، يقلل علاجاته ويمنع بقى المضاعفات بتاعت الشبكيه الكلى الاطراف. ففي مشاكل كتير للسكر بيبقى علاجها هو تحويل المسار. السؤال هو تكميم المعده تعالج السكر؟ طبعا تكميم المعده تعالج السكر الخفيف اللي هو في خلال 5 سنين اللي ماشي على اقراص، اللي هو في 3 ايام على فكره، وانا شاهده بيحصل 3 ايام بجد وما اخدش علاج السكر. بيحصل طبعا، وحالات اشد من كده كمان، يعني اوزان اضخم وسكر عنيف بزياده. والحقيقه طبعا انا يعني مش عايز اوصل لدرجه ان المريض يصل الى درجه يعني ان هو يتزنق قوي في السمنه او السمنه تهزمه بزياده. انا يعني كان عندي عيان من ضمن العيانين امبارح يعني وقفت قدامه ومش عارف اعمل له ايه.
عيان وزنه فوق ال 230 كيلو وعامل السكر عامل له بتر في رجليه، حاله قاسيه جدا يا حبيبي. وعمل عمليه كمان، عمل عمليه بره قبل كده اسمها تدكيك المعده او طي المعده اللي هي البلايكيشن. يعني مشاكل طبعا كتيره عملها بره. طب وهي العمليه دي اصلا مصرح بيها؟ هي كانت بتعمل زمان يعني، كانت زمان اللي هي من عمليات وعدد كبير عملها المسميات اللي انتهت او اللي هي يعني اتلغى ان احنا نستخدمها. طبعا دي يعني هو كان عاملها تقريبا من 12 سنه والحقيقه واصل تخدريا صعب، جراحيا عامل عمليه فاشله قبل كده. النمره الثانيه السكر اتحكم فيه بزياده. اوكي. فاحنا ده يعني تجهيزه محتاج يعني قدره، يعني محتاج ده يعني محتاج تجهيز اكتر من العمليه نفسها، فبنعمل معاه مجهود. بس الحقيقه انا مش عايز اصل للدرجه دي، يعني كل الناس اللي عندها وزن زياده سواء وزن صغير او وزن كبير لازم يو هاف تو اتاك، تاخد قرار، تاخد اجراء في انقاص الوزن. احيانا بيبقى مش محتاج لتحويل مسار ولا تكميم معده، احيانا بنركب بالون معده، ركب بالون معده تنزل شويه وزن اللي هم وزن 15 يعني كيلو. يعني حضرتك بتنصحهم ان انت ممكن لو جريت بسرعه وجيت لحضرتك وما استنيتش الوزن يزيد، الارقام الغريبه قوي دي الصعبه اللي تخليني مش قادر، أفضل ممكن الحلول. ممكن نتعامل ببالون؟ بالون معده طبعا. بالون معده هي من الحاجات برضو مش احسن حاجه لانقاص الوزن، لان نسبه الفشل بتاعتها عاليه جدا مع عدم اتباع الانظمه الغذائيه. يعني هي البالون لوحدها مش نافعه. أوكي. البالون مع تغذيه علاجيه. البالون مع تغذيه علاجيه، ما تتاخدش بس بالون معده. البالون معده في خلال 6 شهور قادره ان هي تنقص وزن يعني ما يقرب من 15 ل 20 كيلو اللي هم زايدين فوق الوزن الطبيعي. ولكن ممكن تصلح معاه. ممكن تصلح طبعا. طبعا طبعا، بس بالكتالوج بتاعها. تكميم المعده فيها يعني معلومه لازم تتقال، ان تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص. احنا ما فيش كمبيوتر في البطن بيركب، ده احنا يعني عايزين، احنا بنعالج مرض متعدد الـ 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 يعني الـ الـ يعني الاسباب. انا ما اعرفش ده سبب جيني ولا سبب هرمونات، اضطراب هرمونات، ولا يمكن يعني عنده غدد يعني مش شغاله كويس بصوره صحيه. احيانا بيبقى عدم قدره على الحركه، يعني في مشاكل صحيه ثانيه كثيره ممكن تزود الوزن. تكميم المعده ما هي الا تقليل لكميه الاكل، فمحتاجه برضو شويه تعب ما بعد العمليه في الحفاظ على البعد عن السكريات شويه. يعني السكريات اللي هي بتاكل بشراهه بعد تكميم المعده دي سبب من اسباب رجوع الوزن ما بعد التكميم. بتسمع حضرتك ان بتبقى عامل تكميم معده وبعد سنين الوزن ابتدى يرجع تاني، لان بيحصل انه بيضغط على نفسه، بيضغط في الاكل بزيادة والسكريات، لان السكريات. الكميه صغيره ولكن الكالوريز عاليه. ده ساعتها كنا عملنا تحويل مسار، فعملت تكميم المعده اعملها بشروطها، يعني اعمل ما بتعملش دايت قد ما هي معادله في السكريات. ده اللي بيحصل ان انت بتبقى فاكر ان انت عملت عمليه بقى قويه، فانا اكل اللي انا عايزه، وبيحصل ان انت وزنك بيزيد. لا، اعمل عمليه وارجع للوزن الطبيعي، وزيك زي اي حد في الدنيا. اللي لخبط النهارده يحافظ بكره، اللي عنده يعني شروها الاكل النهارده يرجع يراجع نفسه ثاني يوم. فيعني محتاجين معادله شويه. انا مش بشجعهم ان هم يعني اللي هم ياكلوا، بس احنا هنقول اللي برضو بقى في حل اللي هو تكميم المعده المعدل، هنتكلم فيه للناس اللي هي مصممه تاكل قوي يعني دي، حتى لو عملت التكميم العادي. بس خلينا نخرج للتقرير ونرجع لكم بسرعه. انا عرفت الدكتور كريم صبري، جبت رقمه من على التلفزيون وكلمت السكرتاريه عنده وعملوني احسن معامله، ورحت تابعت معاهم الحمد لله بفضل ربنا وصلت الوزن الطبيعي. انا الحمد لله رحت الدكتور كريم صبري وقعدت معاه، قال لي عندك اي امراض مزمنه وكده، قلت له الحمد لله. قام قال لي يعني خلاص هنتجه لتكميم معده، وعمل لي تكميم معده والحمد لله بقيت الوزن الطبيعي. ما كان وزني 150 كنت مثلا ان انا اروح محل هدوم عايز يعني تيشيرت على الموضه او بنطلون على الموضه، يقول لي ما فيش لان وزنك صعب. كان اللي يعني اللي كان بيعاني من دوت والدي، كان بيروح ف يعني بيجيب يعني اشكال غريبه، يعني البناطيل اشكال غريبه، فما كنتش بلاقي الوزن اللي انا البنطلون اللي انا عايزه بالموضه وكده. بس دلوقتي الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني بقيت اي حاجه اعملها وانا كنتش بعملها قبل كده بقول الحمد لله. ودلوقتي بجيب اي مثلا اخش اي محل يعجبني اي حاجه اخدها يعني من غير مقاس ومن غير ما اعمل حاجه بفضل ربنا الحمد لله. يعني نفسيا كنت متدمر، ما كنتش بخرج، ما كنتش بروح اي واحد صاحبي يعزمني في فرح مثلا، ما كنتش ان انا اروح لاني مش لا يعني مش معايا اللبس او حاجه الشيك اللي انا اروح بيه الفرح وكده، كله بيبقى لابس
كله بيبقى يعني لابس هدوم نظيفه، فانا كنت بتحرج ان انا اروح الفرح واي واحد يعزمني في مناسبه وكده، ما كنتش مثلا ان انا بمشي كتير عشان بتحرج من وزني، وكنت اي مثلا اروح عند ماما مثلا معزومه عند خالتي اقول لها مش هروح عشان مكسوف بسبب الوزن والهدوم وكده، فكنت بعاني قوي. والحمد لله دلوقتي مثلا اي واحد يعزمني في فرح بروح، يعني نفسيا كنت متدمر خالص كخروج كلبس، يعني يعتبر كنت مسجون، يعني كنت في سجن، والحمد لله ربنا يعني بفضل ربنا فضل الدكتور كريم صبري. يعني شكرا دكتور كريم صبري. انا بفضل قاعده سرحانه في التقرير، بس عارفين كده بتيجي حاجه كده بتفوقني مره واحده اول ما بشوف الصوره اللي قبل وبعد، بفضل سمعتني وانا عماله اقول لمخرجنا استاذ سعيد هات الصوره دي واحنا شغالين بنتكلم. ايه الجمال ده؟ هو حقيقه طبعا بيفرق جامد على النفسيه وبيفرق جامد. السن ده في مختبر العمر بيبقى يعني زي ما حضرتك شايفه، هو يهمه بس يلبس كويس، يهمه ان هو يعني يروح يمارس رياضه بصوره كويسه، اجتماعيا عايز يبقى مبسوط اجتماعيا، هو ما يهموش المشاكل الصحيه خالص في السن ده. السن الكبير احيانا بفوق ال 50 60 سنه بفكر في مفاصل، عايز مش عايز اغير مفصل، عايز اعالج سكر، عايز اعالج غضروف، عايز اعالج حاجه، عايز اعالج شكله. انا لكن انا عاجبني الشكل جدا والصوره دي يا دكتور بصراحه. ثقه في النفس غير عاديه جدا جدا، يعني الثقه يعني بترجع بصوره غير عاديه، والحقيقه كل ما كان يعني ان انت تؤتاك بدري انا شايف النتيجه تبقى احسن. حتى وشه انا بقى يعني وشه صحي وحلو وشاب وامور وهو اهتم بنفسه صح كده، بس احيانا برضو بيحصل ان المعده بيكون فيها مشكله جراحيه بتخلي الشكل ده الصحي ده بيبقى يعني عامل زي الهزلان كده. ده مش مع دكتور كريم، بيحصل ربنا مش مع دكتور مصنف عالميا. لا ماشي ما يعني لا انت ما خدتش الشهاده دي هزار، يعني ما جوش كده من بره الموضوع دي هزار، يعني مجهود يعني طبعًا. طبي يعني هي ست سنين شغالين بيتابعوا مع حضرتك عشان تصنف عالميا يعني. انا طيب. كنت يأست يعني بس هو الحقيقه طبعا هو محتاج مجهود طبي يعني بخبره عاليه جدا عشان يعني هي منظومه يعني ما ينفعش فيها تهاون خالص زي شهاده الاسر سي لما بتقيم كل حاجه ما قبل واثناء وما بعد العمليه بخطوات بدباسات معينه باوض عمليات معينه بطريقه شغل معينه، انت محتاج تبقى يعني تعمل كل حاجه كويسه بحيث توصل للنتيجه اللي هي المرجوه. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، كل فقراتك حلوه واحلى من بعض وبتدينا معلومات قويه جدا. خليني قبل ما اختم اشكرك واقول لك الف مبروك على ان انت بتهتم، ومبروك على فرع اكتوبر ان انت بتهتم بالناس وان انت عايز تكون معانا في كل مكان. يعني ما شاء الله فروعه بقت في كل مكان يا جماعه، ما حدش هيبقى محتاج يروح من اكتوبر للمهندسين، من معادي لمصر الجديده، لا هو معاكم في كل مكان، طنطا، اسكندريه، مهندسين، فين تاني يا دكتور؟ التجمع كل مكان، روكسي، او مخرجنا بيساعدني يعني مش عارفين نقول ايه ولا ايه، ما شاء الله تتشوت. ربنا يبارك طبعا اكيد يا استاذ سعيد. بنشكر دكتور كريم صبري استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات سمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر، زميل كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على شهاده الاس ار سي وهي اعلى تصنيف دولي في جراحات السمنه. بشكركم، ما حدش يروح في اي حته، راجع لكم بسرعه.